مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. اشوف
في وشك بخير هتلاقي زي كتير عايزك ما تتهزيش طول ما احنا حواليكي مش حلمي الأمل فيكو ولازم تبقوا إيد واحدة ومصر شلوها في عينيكو سلام يا بلدي سلام يا أحلى إله فرق ما بيننا الموت كان نفسي عيش ليكي أشوف وشك بخير هتلاقي زي كتير عايزك ما تتهزيش طول ما احنا حواليكي سلام يا بلدي سلام يا أحلى إياه فرق ما بيننا الموت كان نفسي عيش ليكي أشوف وشك بخير هتلاقي زي عايزك ما تتهزيش